الشأنة التربوية الآن عرفت أكثر من 21 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن خلال الأسبوع الفارط امتحانات الفصل الثاني، الامتحانات التي لم يولي لها عدد كبير من تلاميذ الأقسام النهائية أي اهتمام، هو ما يفسر نتائجهم المتحصل عليها، تقول هاجر زليلف. خصصت وزارة التربية الأسبوع الأخير من شهر فيفري موعد إجراء امتحانات الفصل الثاني في الأطوار التعليمية الثلاث، امتحانات عرفت تجهيزات مسبقة لضمان السير الحسن وتفادي حدوث اختلالات. تتجدول وفق جدولة من الوصاية اللي هي مدير التربية والوزارة، ويحددنا الوقت الذي يمكن أن نفتح له الامتحانات. يعني لازم نوجدوا يكون بروغرام بيان فيني بيان اورغانيزي باش نطيحوا جست مع اليوم تاع استقبال اولياء التلاميذ. برمجة تاع كيما البكالوريا لا يمكن برمجة، لان برمجة البكالوريا مع السنة الاولى والثانية لازم متسع من الوقت. هذه البرمجة تكون خاصة في الفصل الثالث. معظم التلاميذ ولا سيما طلاب الأقسام النهائية اعتادوا على ضرب الامتحانات الفصلية عرض الحائط، وهو ما ينعكس في مردودهم. للإكزامان جونا في مستوى صعب و اسمه مين لقيتوا صعوبات في أي مادة؟ كاين كيما تاريخ وجغرافيا، ليلاتخ جاتنا صعوبة في الفرنسي وعربية. أغلبية تلقاي زوج ثلاثة اللي يديو 15 16، سينو تلقاي الباقي قاعدة 10. كيما حنا أنا في الكلاس عندنا نقيلا واحد أنا 32، 10 اللي داو 10، باقي قاعد تحت معدل. ولا المواد الأساسية ديت فيهم صافا، عندي برك شوية فيزيك ديتها 9، والمواد الثانوية فيلو برك لي الله غالب. ما هي إلا أيام قليلة وينتهي الفصل الثاني، خلال هذه الفترة ستنظم مجالس الأقسام وتملأ فيها كشوفات نقاط التلاميذ، على أن تكون العطلة الربيعية في 17 مارس القادم.